بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ما هي العقوبات الإلهية التي يلاقيها الشخص الذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصلي صلاة الفجر في وقتها؟ أولاً ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله بأن من لم يصلي صلاة الفجر حرم نفسه من خير الدنيا وما فيها، أي أن الإنسان لا يرى من خير الدنيا من ناحية العافية والصحة والسلامة والغنى والثروة والنجاح والطموح والمشاريع والتجارة والزواج وإلى غير ذلك يحرم من خير الدنيا كله من لم يصلي الفاجر حرم من خير الدنيا وما فيها لأن ركعتا أو لأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها كذلك ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بأن الصلاة عمود الدين فمن هدمه قد هدم الدين فالذي لا يصلي صلاة الفجر يؤخر صلاة الفجر فقد هدم دينه في ذلك اليوم وكأنه ما يعني إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وهذه القضية جدا مهمة أيها العزيز إذا لم تصل الصلاة في أوقاتها وتؤخرها وتستخف بها فمهما عملت من أعمال صالحة لا قيمة لها والعمود قد هدم لا قيمة لها وبأنك يعني هذه الأعمال ترد عليك لأنك لا تصلي، الله يجازيك عليها في الدنيا ولكن ليس لك في الآخرة من خلاق. نحن نتكلم مع الشخص الذي يتعمد استخفافاً، استهزاءً بالصلاة يؤخرها حتى طلوع الشمس. كذلك ورد عن أهل البيت عليهم السلام هي هي عند النبي صلى الله عليه وآله أحب من الدنيا جميعها. صلاة الفجر أحب من الدنيا جميعها إلى النبي صلى الله عليه وآله. فإذا ما تركت صلاة الفجر فأنت تدخل في كراهية النبي صلى الله عليه وآله لفعلك هذا، أي أنك لم تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله. ثانياً: ملائكة الليل والنهار تشهد عليك بالتقصير وعدم اداء الامانه والمحافظه على مواقيت الصلاه. الله سبحانه وتعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لذلك نجد بأن الشخص كما ورد عن الامام الصادق عليه السلام الذي يؤخر الصلاه تشهد ملائكه الليل والنهار له بماذا؟ بالتقصير. لذلك نجد بان الملائكه لا تثبت له لا خير الليل ولا خير النهار ان الامام الصادق عليه السلام يقول فاذا صلى العبد صلاه الفجر الصبح مع طلوع الفجر اثبتت او اثبتت له مرتين اثبتها ملائكه الليل وملائكه النهار انت تحرم من هذا الخير بل ان الملائكه تكتب تقصيرك ملائكة الليل وملائكة النهار. كذلك من لم يصلي صلاة الفجر وأخرها ليس له براءة من النار. أما من صلاها فله براءة من النار. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أن الله الباقي عبادي وإمائي في حرزي جعلتكم وفي حفظي وتحت كنفي صيرتكم وعزتي لا خذلتكم وأنتم مغفور لكم ذنوبكم إلى الظهر. أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك وكذلك يعطيك أمانا من النار وبراءة من النار لمن صلى صلاة الفجر كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن من صلى صلاة الفجر كان في ذمة الله ومن لم يصل صلاة الفجر خرج من ذمة الله سبحانه وتعالى اي مره من المرات الله يحفظك لانك صليت صلاه الفجر، فاذا لم تحافظ على صلاه الفجر فان الله ليس بحافظك في يومك، لا يحفظك ولا يحفظ بيتك ولا يحفظ عيالك ولا اموالك وترى ما تكره خلال يومك. كذلك نجد ان النبي صلى الله عليه واله يقول بان صلاه الفجر هي مقياس الحب بين العبد وربه. لذلك نجد بأنها ثقيلة جدا على المنافقين، كان النبي صلى الله عليه واله يدخل إلى المسجد ويقول: أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ فيقال له يا رسول الله ليسوا بموجودين، قال لهم: هل, هل هم في غزوة؟ هل هم مرضى؟ هل فيهم شيء يقولون لا فقال إنما صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين فمن أخر صلاة الفجر ومن لم يصلي صلاة الفجر في وقتها من دون أي عذر راجح عقلي وشرعي فهو من المنافقين كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله طبعا هناك يعني الكثير من النقاط المهمة نحن نحاول أن نختار بعضها كذلك من لم يصلي صلاة الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه واله من لم يصلي صلاة الفجر في وقتها انما فرط في حق من حقوق الله عز وجل ويعني لقب بالمفرط بالمفرط بجنب الله سبحانه وتعالى وهذه المسألة يعني خطيرة جدا كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه واله يقول بان صلاه الفجر هي التي تفتح لك ابواب الرزق وابواب العافيه وابواب الاجابه والله سبحانه وتعالى يقسم الارزاق في هذا الوقت فلا تحرم نفسك ابدا في هذا الوقت من رزقك المضاف من عافيتك من طموحك من دراستك الى غير ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول من أخر صلاة الفجر ولم يصلي في وقتها لا ينال شفاعة غدا في يوم القيامة كذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن الذي لا يصلي صلاة الفجر في وقتها قد هدم ركنا من أركان دينه لا يساويه شيء من الدنيا بأكملها. أي بمعنى بعض الناس لا يصلي صلاة الفجر لأنه يقول أريد أن أستفيد من هذا الوقت أنام قليلا لكي أذهب إلى العمل. النبي صلى الله عليه وآله يقول لن ينفع هذا العمل وما يجازونك عليه ولو أعطوك الدنيا كلها. هذا العمل لا بركة فيه. لذلك يعني يسأل البعض لماذا لا أجد في مالي بركة؟ لو راجع نفسه لوجده لوجد نفسه مستخفا بصلاة الفجر، لا يهتم كثيرا لا يهتم كثيرا بصلاة الفجر، وهذه مشكلة، إذا أردت البركة في رزقك وفي راتبك وفي بيتك ومالك وأولادك وفي نفسك فعليك بصلاة الفجر، صلاة الفجر هي الفارقة هي النقطة الفارقة بين المؤمن والمنافق بين المؤمن والمنافق إما أن تكون منافقا وإما أن تكون مؤمنا برنامج صباحات ولاية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام كثيرة هي النقاط التي ذكرها أهل البيت ولكن نكتفي بهذا